الأمين العام الرفيق القوم ثم عملية الشهيد علينا النابلسي ثم الأرزيقي أبو النوف جبهة عزيمة وإصرار الرفيق صالح زيدان ولا ننسى قصيدة الشهيد بعد حصار بيروت على يد المجموعات الفدائية القائد محكمة الجنايات النشفة الحمراء أحب أن يكنى به. أهلا وسهلا بكم في مهرجان الحرية والعدالة الاجتماعية مهرجان رسالتنا هي الاستمرار بالكفاح الوطن الفلسطيني حتى رحيل هذا الاحتلال وأكثر الطرق لاستمرار هذا النضال هو إنهاء هذا الانقسام الكارثي المدمر واستعادة الوحدة حتى نصيغ استراتيجية كفاحية على كافة الروافع وقائمة على كافة المعطيات الكفاحية والنضالية حتى يرحل هذا الاحتلال لأن الانقسام هو طريق الضياع والوحدة هي طريق الانقسام ويا جبهة وحدة هوية